السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا في رحلة مع إخناتون. هذا الملك الذي أحدث ثورة دينية، كان اسمه أمنحتب الرابع، واعتلى عرش البلاد بعد أبيه أمنحتب الثالث من زوجته الملكية تي. قام أمنحتب الرابع بثورة دينية كما قلنا، ونادى بعبادة قرص الشمس آتون، وقال أنه يوجد إله واحد فقط، ونادى زوجته ونادى هو وزوجته نفرتيتي بتشجيع طراز جديد مبالغ فيه من الفن، مبتدئ بالحيوية والخروج عن التقاليد. تم اكتشاف مومياء لسيدة بالقرب من مقبرة توت عنخ آمون. حاول العلماء والمؤرخين أن يعرفوا لمن تعود تلك المومياء. كانت من أجمل المومياوات التي تم اكتشافها على الإطلاق. تم تحنيطها بطريقة جيدة، شعرها ما زال منتشرا خلفها في التابوت، أسود ناعم وكأنه ذيل طاووس جميل، فسموها السيدة الكبيرة. ومرت الأعوام وبالصدفة اكتشفوا حافظة ذهبية في قبر الملك توت عنخ آمون، موجود بداخلها خصلة من شعر جميل، ومسجل فوقها كتابة أنها تعود للسيدة الوقورة الملكة القوية تي أو تيا، جدة الملك توت عنخ آمون. ففكر زهي حواس وقال لعلها تكون هي تلك السيدة الجميلة، وقرر أن يقارن بين DNA الحمض النووي مع حمض مومياء السيدة الكبيرة. وبالفعل تم اكتشاف أنها الملكتية زوجة أمنحتب الثالث وأم الملك أخناتون. كانت تيا مشهورة في مصر القديمة بآرائها وأفكارها المختلفة، لأن أبوها كان غير مصري، ولكنه كان مقيما في أخميم في صعيد مصر، وقد كان من الأثرياء وكان مستشارا للملك ووزيره الأول ومسؤولا عن تجهيز العجلات الحربية للجيش المصري ووزير لأمنحتب الثالث. ولأنه وزير لأمنحتب الثالث فقد رأى ابنته تيا، وأول ما رآها قرر أن يتزوجها، فأصبحت الملكة الرسمية لمصر. تزوجت من الملك أمنحتب الثالث في سن 11، وفضلت تحكم معه وتفيده بآرائه وأفكاره الخاصة. توفي الملك زوجها أمنحتب الثالث وهي في الأربعينات من عمرها، كما أنها كانت مكملة كمستشارة لابنها إخناتون، ولذلك تعتبر من أكثر الملكات المصرية تأثيرا في الحكم، بالرغم من أنها لم تحكم بشكل مباشر، ودائما ما تجد اسمها موجودا جنب زوجها الملك، ودائما جنبه في كل النقوش والتماثيل لكثرة مساعدتها له. وكان ابنها الذي ورث الحكم هو أمنحتب الرابع، والذي اشتهر بعد ذلك باسم أخناتون. وأخناتون باللغة المصرية القديمة أي المخلص للإله آتون،
وهو فرعون مصري كما قلنا من الأسرة 18. رجح الكثيرين أنه نبي من أنبياء الله، ولكنني أعتقد أنه كان في عصر نبي من أنبياء الله وآمن به، وهو أول من آمن بوحدانية الإله وغير العبادة من الإله آمون لآتون، الذي كان يعتقد أنه موجودا في السماء خلف الشمس، وجعل الرمز للإله آتون قرص الشمس الذي يرسل أشعة الخير لعباده وينشر النور، وكان يؤكد أن نور ربه كنور الشمس. وقد وحد أخناتون عبادة آتون وحاول فرضها على مصر كلها بعدما كان لكل إقليم إله، فغضب عليه كهنة آمون وعادوه. ليه؟ لأنهم خسروا ميزة تعدد الآلهة وكثرة القرابين ومزايا التفوق الطبقي، وبدأت فتن داخلية في المدن والأقاليم، وبالتالي خسر الكهنة الجولة، خاصة وأن الجيش كان في صف الملك دائما وفي صف توحيد الدولة. وقد أشارت عليه زوجته وشريكة رحلة حياته بأن يهجر هذا البلد ويقيم لنفسه مدينة أخرى بدلا من طيبة، فهجر أخناتون من طيبة عاصمة مصر منذ القدم، وأسس عاصمة للتوحيد في إقليم الأشمونين باسم إخيتاتون أو عابدي آتون، وهي تل العمارنة حاليا. وهاجر معه مؤيديه والموحدين، وأعلن الحرب ضد آمون وكهنته وانتصر إلى حين. وهرب الكهنة واختفوا بين أطياف الشعب، وذلك لقوة شعبية أخناتون، والذي نادى بالصدق ودعا للحق والمساواة، حتى أنه أمر بنحن التماثيل بشكل طبيعي، فغير في الفن كما غير في الدين. وتماثيل أخناتون بتصور عدم تناسق الشكل، وذلك لأنه كان لديه عيب هرموني، فأخذ جسده شكل أنثوي من الأسفل، ولكنه بنى نهضة أساسها الدين وهدفها الاقتصاد والأمن، وهو ما ظهر في سراء مقبرة ابنه توت عنخ آمون، مع العلم أن هذه هي تعتبر من المقابر الصغيرة. وبعدما توفى الملك الموحد انتفض الكهنة وأنهوا دعوته، وسيطر كهنة آمون مرة ثانية على الديانة في مصر، وشكلوا مجلس حكم لإدارة البلاد، وقسموا الدولة مرة أخرى بينهم، وفرضوا على ابنه أن يعود إلى عاصمة التوحيد في طيبة، وعدلوا اسم ابنه الملك توت عنخ إتن أو توت عنخ آتون إلى توت عنخ إمن أو توت عنخ آمون بدلا من آتون، حيث كان صغيرا 9 أعوام. ونصب كبير الكهنة الكاهن آي نفسه وصيا على الحكم، ومع العلم أن الكاهن آي بعد وفاة توت عنخ آمون هو من تزوج زوجته إسن آمون وحكم بعده، ولكنه لم يكن يستطيع أن يتخلص من الملك الجديد، لأن الأسرة الحاكمة كانت في حماية جيش عظيم بقيادة قائد حكيم هو حور محب. وكان مؤيدا للموحدين. وقد عاش إخناتون عيشة استثنائية، كان استثنائي في كل شيء، في ملامح وجهه، في فكره. هو أول من قام بثورة دينية حقيقية ووحد الآلهة في إله واحد، وهو آتون، والذي قال عنه أنه في السماء، يقيم في السماء بعد الشمس، ونوره كنور الشمس وأشد، كما تزوج أجمل امرأة في التاريخ الفرعوني،
وهي الملكة نيفر تيتي. ونيفر تيتي أي الجميلة أتت. وحملت العديد من الألقاب خلال فترة حكمها، بما في ذلك الأميرة الوراثية، عظيمة الحمد، وسيدة النعمة، وحلوة الحب، وسيدة الأرضين. ولدت نفرتيتي عام 1370 قبل الميلاد في مدينة طيبة المصرية. اسمها الكامل يعني الجمال جميلة من آتون، الجميلة قد أتت. كانت الزوجة الملكة العظمى لإخناتون منذ بداية حكمه. على الرغم من حكم الملك نفرتيتي والملك إخناتون على مصر القديمة في وقت كان فيه ثورة غير مسبوقة، إلا أن دينهم الجديد أدى إلى زعزعة الإمبراطورية والظروف المحيطة بوفاة نفرتيتي، هي لغز لم يعرفه أحد حتى الآن، لأن اسمها اختفى من السجل التاريخي في حوالي السنة 12 من حكم الملك إخناتون الذي دام 17 عاما. أما الملكة تيه والدة إخناتون فقد انتقلت معه إلى عاصمة ملكه الجديدة حينما ترك العاصمة القديمة طيبة الأقصر، وأقامت معه هو وزوجته الجميلة نفرتيتي، وكان يدعو إلى دينه الجديد دين الوحدانية. وقد وافتها منيتها في العام الثامن من حكم ابنها إخناتون، ويرى البعض أنها ماتت في عهد حفيدها توت عنخ آمون أو الملك آي الذي جاء بعده، وقد دفنت في المقبرة KV55 بوادي الملوك بطيبة الأقصر. وقد أقيمت المعابد للملك أمنحتب الثالث مع زوجته الملكة في صعيد مصر، منها معبد في صولب ببلاد النوبة، ولها عدة تماثيل بالإضافة للتمثال الرائع المكسور والذي يعتبر من أكثر تماثيلها شهرة، وهو التمثال المحفوظ في متحف برلين بألمانيا، والمنحوت من خشب الأبانوس، وهو يشبهها في دقة في فترة أواسط عمرها. كما يوجد تمثال جميل آخر بالمتحف المصري تم العثور على كثير من أساسها الجنائزي، لكن دار جدل حول التحقق من مميائها، إلى أن جاء الدكتور زاهي حواس وقال أن المعلومات حول السيدة الكبيرة التي عثر عليها في مقبرة رقم KV55 بوادي الملوك بطيبة بالأقصر، أريد أن أفحص الدي إن إيه الخاص بها. وقد وجد صندوق ذهبي بمقبرة توت عنخ آمون به خصلة من شعر، ومكتوب عليها أن هذه الخصلة تخص الملكة تي. وبالفعل قام بتحليل الدي ان ايه، وأثبت الدي ان ايه أن السيدة الكبيرة التي عثر عليها في مقبرة أمنحتب الثاني هي الملكة تي، زوجة أمنحتب الثالث وأم إخناتون وجدة توت عنخ آمون من جهة الأب. وأصبح الآن شبه تأكيد على موميائها، وهي الموجودة في الصورة، بأنها هي الملكة تي.
هذا الملك الذي أحدث ثورة دينية، كان اسمه أمنحتب الرابع، واعتلى عرش البلاد بعد أبيه أمنحتب الثالث من زوجته الملكية تي. قام أمنحتب الرابع بثورة دينية كما قلنا، ونادى بعبادة قرص الشمس أتون، وقال أنه يوجد إله واحد فقط، ونادى زوجته عدادة هو وزوجته نفرتيتي بتشجيع طراز جديد مبالغ فيه من الفن، مبتدئ بالحيوية والخروج عن التقاليد. وحكم أخناتون البلاد ما يناهز 17 عاما، ويرجح انه في العام 12 المعهدي ارتقت نفرتيتي لتحكم البلاد الى جانبه، وربما شاركه في الحكم ملك اخر هو سمنخ كارا الذي ورث العرش بعد ذلك. وبعد ان ورث العرش لم تزل مده حكمه عن عام ونصف، وتلاه على العرش الامير الصغير توت عنخ امون الذي قام في العام الثاني من حكمه باعاده فتح معابد امون را، وغير اسمه الى توت عنخ امون ليصهر احترامه لالهه. هذا تمثال نفرتيتي، حيث أن له جسد أنثى وله رداء، ترتدي رداء ولكنه رداء شديد الضيق عليها. أما هنا فمجموعة من اللوحات العائلية الجميلة، لوحة بتاح معي، هذه اللوحة من مقبرة بتاح معي، وتصور معبودات بخلاف أتون، وتظهر الآلهة إيزيس في المنظر العلوي كما نرى، وهي تهب الحياة للإله شد الذي يحمي البشر من الأفاعي والعقارب. وربما يرجع تاريخ اللوحة إلى ما قبل التخلي عن العمارنة مباشرة. أما هذه فهي لوحة رائعة للملك إخناتون، وهو يعبد الشمس هو وزوجته نفرتيتي وبناته الصغيرات. هو لا يعبد الشمس، ولكنه كان يعتقد أن نور الإله كنور الشمس وأن الله هو الواحد. أما هذه فلوحة رائعة على شكل مقصورة من الحجر الجيري، عثر عليها في أحد المنازل، وتبين كيف أن عامة الشعب كانت تتعبد إلى العائلة الملكية، وتقتصر المشاهد التي تصور العائلة الملكية بهذا الشكل من الخصوصية على فترة العمارنة. وتصور الملك والملكة جالسين ببساطة على مقعدين بسيطين، وهما يلطفان بناتهما الصغار تحت أشعة الشمس أو تحت أشعة آتون. وضح أن إخناتون كان أب رائع. وهذا رأس نحت جزئيا في عصر الملك إخناتون حوالي 1351 قبل الميلاد للملكة الشهيرة نفرتيتي، وهي الزوجة الرئيسية للملك إخناتون، وتم تلوين تفاصيل الوجه، وتظهر فيه خشونة الفم والأنف والأذنان بشكل واضح، وكان يجب أن يثبت فوق الرأس بعد الانتهاء من النحت تاج من مادة مختلفة. وهذا جزء من جدران وأرضيات منزل أو قصر نفرتيتي وإخناتون. وهي مغطاة بالذهب. كل هذا كان في الأرض كما نضع السيراميك الملون. أما هذه فمقصورة للملكة موشاة بالذهب، وعشر على أجزاء من هذه المقصورة ملقاة في ممر مدخل المقبرة، وأجزاء أخرى منها كانت في الحجرة الرئيسية للمقبرة، وهي من الخشب اللي واخد طبقة من الذهب. وهذه المقصورة أهداها الملك إخناتون لأمه الملكة تي من الخشب المطعم برقائق من الذهب والجص. اللوحة العلوية عليها بقايا خراطيش الإله أتون، بينما اللوحة السفلية عليها مناظر أخرى تمثل الملكة تي وهي تقدم القرابين للإله أتون، وقد كانت ملكة قوية. وكل هذه الآثار من العمارنة، تلك المدينة التي حطمت بعد الحرب مع إخناتون وسقوط إخناتون، وكأنها الزوجة وزوجها. وهذا تمثال لأبي الهول، وجزء من تمثال لعله لنفرتيتي.
رائع بجد، أشياء رائعة. أوه، وتماثيل مكتملة وغير مكتملة لبعض الملوك.